الاحترام قد يصبح خطيرا. براولر. نعم يا سيد تينروك. عليك إحضار كرة البلاوري لي. لكن لا يوجد كنز مخبأ أكثر. اعثري عليها وإلا اختفى الكوكب الثلاثي عن الوجود وكذلك حياتك. لكنني لا أملك أدنى فكرة عن مكان وجودها. ابحثي عنها تلو زميلته الصيادة، تصادقي معهما فهما سيساعدانك على إيجاد كرة البلاور. لن يساعدانا أبدا يا سيدي. من الذي يجري هنا بالتحديد؟ كانت هذه مضيعة للوقت. واو. ومن تكون أنت؟ وهذه لتخلي عنا في الحفرة، وكان عليك البقاء فيها. أعطني كرة البلور هذه وإلا رميتها في الغرفة الأزلية. الغرفة الأزلية؟ ما إن تدخل إليها لن تخرج منها أبدا. انسيا أمري، استخدما فقط الكرة لإيجاد ألفريد ومنع تينروك من الأذى. هاتر، يكاد الوقت ينفد. حسنا حسنا، أنت ربحتي. صيد آخر وأيضا كنز آخر. رائع، حصلت عليها. حصلت عليها. بسرعة، علي إحضارها إلى هنا فورا. عودي إلى حياة الحبس الخاصة بك أيتها الشريرة المنتصرة. مات، إنها تتحول الآن. أحجزها قبل أن تهرب. توماس، تمسك جيدا، عندي القفص المناسب لها. أوه مات، لا يمكنني التمسك بك. روكسي. واو. تمسكا. وداعا، ما كنت لأنجح لولاكم. تمت استعادة الطاقة. هاتر، فشلت في الحد من شري، وهذه بداية نهايتك.